مشاعرها حول مولودها من متلازمة دار. دائما يطلب مني أن أصف مشاعري في رعاية طفلي، ولكي أساعد الآخرين لفهم هذا الإحساس الغير معتاد إليكم هاته السطور. عندما تتوقع إنجاب طفل فإنك تخطط لرحلة سفر خرافية إلى إيطاليا، فتشتري مجموعة من الكتب الإرشادية وتضع برنامجا مشوقا لرحلتك، كزيارة المدرجات الرومانية والجندول في البندقية، كما تحاول أن تتعلم بعض الكلمات والجمل الإيطالية. فالأجواء مثيرة لرحلة الأمر، وبعد مضي عدة أشهر من الشوق والإثارة فقد جاء اليوم الموعود، فحزمت الحقائب وانطلقت الطائرة. وبعد مرور عدة ساعات هبطت الطائرة على أرض المطار وأعلن المضيف مرحبا بكم في هولندا. تردد في داخلك ماذا؟ هولندا؟ لقد طلبت رحلة إلى إيطاليا، ومن المفروض أن أكون هناك. إن حلم حياتي أن أكون في إيطاليا. لقد حدث تغير في خطتي الرحلة، والآن نحن في هولندا وعليك أن تعيش فيها. هولندا لا تقل جمالا عن إيطاليا. الحمد لله أن الرحلة لم تنتهي من مكان المقيم، نحن فقط في مكان آخر. عليك الآن الذهاب لشراء كتب إرشادية، عليك أن تتعلم لغة مختلفة وكلمات جديدة، ولكن لو استمريت في إيثار نفسك على عدم ذهابك إلى إيطاليا فلن تستطيع إطلاقا أن تتمتع بذلك المكان الخاص والأشياء الأخرى الخاصة في هولندا. تردد في داخلك ماذا؟ هولندا؟ لقد طلبت رحلة إلى إيطاليا ومن المفروض أن أكون هناك. إن حلم حياتي أن أكون في إيطاليا لقد حدث اليوم في خطتي الأخيرة. الآن نحن في هولندا وعليك أن تعيش فيها وتسعد بمن عيش فيها. شكرا لإنصاتكم وشكر موصول لسمو المدير.